السلام عليكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامجكم حكي علاقي. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على المواقع اللي حتطلع في أسفل الشاشة بالسوشيال ميديا إنستغرام والفيسبوك وأيضا اليوتيوب، وأيضا تقدرون تشوفونا وتراسلون ويانا على موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com. أعزائي المشاهدين، اليوم موضوعنا يعني حديث الساعة اتفاقية الصين. الناس اليوم منشقين حول اتفاقية الصين، والغريب الموضوع اكو ناس بعد ما يعرفون شنو اتفاقية الصين لكن يدافعون عليها. ليش يدافعون عليها؟ الله اعلم. ولكن اتفاقية الصين هل هي اتفاقية مثمرة وبها فائدة للعراق؟ لو هي لا، يعني مثل ما يقولون البعض احنا دنبيع قاعنا وبعدين راح نتورط بعد سنين. وارقام يعني ما اعرف ليش كل واحد صار يحكي كيف بهذا الموضوع. حتى نتكلم عن هذا الموضوع اكثر ونعرف تفاصيل هذه الاتفاقية ويا بالاستوديو الخبير الاقتصادي الاستاذ ماجد الصوري. اهلا وسهلا بك استاذ. يا اهلا وسهلا ومرحبا. الله يخليك استاذ. اذا تشوف اليوم اتفاقية الصين الكل دا تحكي بيها بالبداية، ليش يعني ايش معنى هذه الاتفاقية؟ صار عليها فوكس قوي واحنا صار لنا سنين في اتفاقيات ويا دول العالم مختلفة. بالتأكيد هسه بالظروف الحالية كل شيء ممكن الحبة تصير كبة. صح. فمسألة بسيطة، يعني هناك في الواقع عدم وضوح للاتفاقية، وسببه بشكل أساسي هو عدم نشر الاتفاقية من البداية في الوسائل الإعلام الموجودة. مثلا الحكومة تتحجج أنه والله صارت 1 أكتوبر ومظاهرات وكذا وما أعرف شو والتهينا بها. هذا مو تبرير بالضبط يعني، بس المسألة الأساسية أنه المشكلة اللي يعانيها العراق بها الموضوع خصوصا بالاتفاقية العراقية الصينية أو الصينية العراقية هو التطرف اللي دا يصير في تقييم الاتفاقية. واحد يقول لك احنا راح نبيع كل ثروات العراق النفطية اللي تحت الأرض إلى الصين. واحد يقول لك لا راح نبني الصين راح تبني العراق كله وما نحتاج إلى أي دولة أخرى. صح. هذا التطرف غير واقعي. المسألة الأساسية اللي مطروحة أنه هناك 10 مليار دولار تم الاتفاق عليها، ممكن رفع إلى 20 مليار، ممكن رفع إلى 30 مليار حسب تطور الوضعية. السنوات الـ5 سنوات الأولى تم الاتفاق على 10 مليار. طريقة التسديد هي النفط يبيعون 100,000 برميل يوميا لتسديد، كل شهر يسددون المبلغ هذا. الصين وحدها تستورد من العراق بين 700,000 إلى 800,000 برميل يوميا. هذه ممكن تقتطع من الكميات المصدرة أو ممكن تضاف إلى الكميات المصدرة. هذه مسألة اعتيادية وما بيها أي مشكلة. حلو. بالنسبة للموضوع خلال 5 سنوات مشاريع بـ10 مليار ممكن يعني تضمينها خلالها، وممكن تزديدها على كل سنة 2 مليار، لأنه هذا 100,000 برميل بالأسعار الحالية تسوي بحدود 2 مليار و250 مليون دولار. هذه معناه خلال 10 سنوات تسدد، خمس سنوات تسدد القرض. فقاعد يجي تقريبا شبه مقايضة تصير أنه أنت تعال نفذ لي مشاريع، المشاريع أنا أتفق عليها وياك وأنا أدفع لك سنويا هلقد 100,000 برميل يوميا. بناء مقابل النفط. بناء مقابل النفط، هذا اللي دي يسموه زين. فالمسألة المطروحة لحد الآن أنا في تصوري أنه الجانب العراقي ما مهيئ لهذا الموضوع. ليش؟ صار لأنه ما محضر المشاريع. السيد رئيس مجلس الوزراء قبل أسبوعين قال أنه أو شهر قال يابا تعالوا حضروا المشاريع للاتفاقية الصينية. ما ممكن يصير. احنا نتكلم عن الاتفاقية الصينية من زمن المالكي، من 2010 اجى السيد العبادي وايضا سوى زار الصين وسوى بنود الاتفاقية وحضرها وكملها، اجى الدكتور عادل عبد المهدي وقع زين، وبها حسابات وبها كلها. المشكلة انه لحد الان ما زين، يعني احنا هسه راح نسوي دراسات على مشاريعنا. وهي هنا المشكلة هي. ليش دا اقول لك اني خلي اجيب لك مثال اخر. احنا ليش بس الصين مقابل بال 2014 تم الاتفاق مع بريطانيا على 10 مليار جنيه، يعني بحدود 12 مليار ونص تسهيلات ائتمانية.
ليش ما صار ضج عليه؟ ليش ما صار حكي بالموضوع؟ يعني هذا السؤال، ليش الصين اليوم صار، واكو ناس يربطون استاذ ربط يقولون انه هذه المظاهرات يعني اليوم صارت لانه العراق راح يرتمي في حضن الصين وراح يترك امريكا. خلي اولا خلي نحكي بالموضوع. الصين وامريكا هم اكبر اقتصاديات في العالم. صح. امريكا هسه الاولى والصين الثانيه، بعد سنتين ثلاثه الصين تصير الاولى وامريكا تصير الثانيه. هذا صراع موجود موجود وباستمرار راح يكون موجود. زين. الصين تصدر الى امريكا بحدود 500 مليار دولار. عجز الميزان التجاري بين الصين وبين امريكا 365 مليار دولار لصالح الصين. زين. فعمليا الارتباط العالمي هذا اللي دا يصير بالاقتصاديات المختلفه مساله طبيعيه. زين. اجيب لك مثال اخر. الكويت سوت اتفاقية ويا الصين ب 500 مليار، ليش ما أثرت على علاقة الكويت بأمريكا؟ ماكو شيء، لأنه هذه الاتفاقيات ما تأثر، لأنه أمريكا صحيح هي أول قدرة اقتصادية بالعالم، لكنها لا تستطيع أن تستجيب لكل متطلبات العالم. صح. ولذلك الصين يعني صعودها مستمر بالسنوات. الصين يعني نمو الصين بالسبعينات والثمانينات وحتى بداية الألفينات شو اسمه 16 إلى من 14 إلى 16% سنويا ينمو الاقتصاد مالتها، بالوقت اللي أمريكا 1-1.5-2% ينمو الاقتصاد مالتها. فطب بالتأكيد راح يصير فرق. زين. أمريكا 300 وكسور مليون إنسان، الصين مليار و300 مليون. فمسألة طبيعية. صح. إنه ولذلك المسألة عندما نتكلم عن الصين هي مو بس ثاني اقتصاد بالعالم، وإنما من دول متطورة جدا في العالم. صح. لكن إحنا هنا من نجي نأخذ البضاعة الصينية يقول لك أوه هاي أسوأ بضاعة. زين. ليش؟ لأنه تاجر مالتنا من يروح للصين يجيب كواليتي رديء، يقول له أعطيني هذا يقول له هذا كواليتي هالقد، هذا الشكل، هذا الشكل، هذا السعر هالقد، هذا السعر، يقول له أعطيني أرخص سعر ونزل لي من الكواليتي الرديء، نزل لي من عنده حتى يزيد الأرباح مالته. فالمشكلة هنا هي العيب مو بالصين، العيب بمن يتعامل مع الصين. صح. شوف الصين عندها علاقات ويا افريقيا، ويا 12 دولة افريقية علاقات ممتازة جدا، من جملتها جنوب افريقيا، بنين، يعني ما تجيب بالي كل أيضاً. الاسماء ها كينيا ايضا، لا كينيا كينيا ممكن ما اتذكر والله بالضبط. وكلهم ما حد يشتكي من عندها. زين. ليش احنا راح نقول انه راح نبيع الثروات العراقيه الى الصين وكلها 10 مليار؟ وخلي اقول لك فتشي، العراق يصدر يوميا الان يصدر 3,460,000 برميل يوميا، ووصلت فتره الى 3,600,000 برميل يوميا. ال 100,000 برميل راح تاثر على انباعت الثروات العراقيه كلها الى الصين. هو الشعب شاف. خلي اجيب لك شيء، العراق موارد النفط بالعراق من 2003 لحد الان، لحد نهايه 2019 930 مليار دولار. وين راحت؟ على هال 10 مليارات يجون يحجون انه راح يبيع العراق نفسه اللي للصين. اللي يقول احنا ربطنا نفسنا ويا 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 دوله راح تنهي بالنفط، اللي يقول واللي يقول انه احنا راح نطلب مبالغ مهوله، يعني ما اعرف من يجون هالارقام صراحه، هل يعني هذا ما يفقه الموضوع، ما يعرف، ما عنده درايه، ام هل هو ممكن يعني مدفوع؟ والله انا ما اقدر اقول لك انه هذا مدفوع او غير، يعني ما اريد اتهم احد، بس انا بدي احكي لك وقائع كخبير اقتصادي، انا بدي احكي لك وقائع كخبير اقتصادي، احس انه الاتفاقيه جيده. ما اريد اقول مدفوع، ما اريد اقول مدفوع. زين، هي اتفاقيه جيده؟ اتفاقيه جيده، اقول انه ما عنده معلومات عن الموضوع، ما عنده معلومات عن الموضوع الكافيه، والسبب هو الحكومه. زين، ايش تفسر اليوم راح يجيبون سفير الصيني بالبرلمان حتى يفتهمون، يعني حتى البرلمان ما يعرف القصه؟ ما هو ذاك اليوم طلعنا بالعده فضائيات انا ويا البرلمان، وانت قاعد تقول هذا الموضوع البرلماني ما يعرفون، العبادي ما يعرفون، احدى البرلمانيات تقول او احد البرلمانيين يقول والله بس رئاسه البرلمان تعرف بالاتفاقيه، احنا ما نعرف بها. زين، ذنب من هذه؟ ذنب الحكومه الاتحاديه، يعني ذنب الحكومه الاتحاديه وذنب البرلمان وذنب كل المسؤولين اللي موجودين بالدوله.
هاي المسألة مو بهالصورة هذه. بس الشعب العراقي المسكين قاعد يفتر ويريد يفتر منه ومنه وما يعرف شنو الوضعية. البرلمان ما عنده سلطة انه يلغي هاي الاتفاقية؟ ما له حق، ما له حق، مو من صلاحيته. هاي اتفاقية تنفيذية لمشاريع تنفيذية. بس انا اقول لك هي مو معاهدة حتى يصادق عليها البرلمان. اتفاقية او اتفاق شو تريد تسميها سميها زين، لكن هذه المشاريع اللي راح تصير هي جزء من الأموال اللي تخصص في العمل في الميزانية الاستثمارية أو الموازنة الاستثمارية. يعني الأموال اللي تصدر إلى الصين تدخل في الموارد المالية للموازنة وتخرج على شكل مشاريع ضمن المشاريع الاستثمارية تخرج. فالبرلمان راح يراقب عملية الصرف، عملية الإيراد اللي دا يجي للدولة وكيفية التصرف به والصرف على هذه المشاريع. هذه من حقه انه يقول يا بهذا المشروع انا ما اريده، اريد مشروع اخر. من حقه انه يقول هذا المشروع غالي، جيبوا مشروع اخر. زين، انا ما ظل عندي وقت استاذ، بس يعني سؤال اخير برايك. انت قلت لي قبل شويه ذكرتني باتفاقيه بريطانيا 10 مليار ما صارت برايك هاي الاتفاقيه؟ صارت تنفذ من عدل 300 مليون دولار فقط اللي للبصره، وما تعرف المشاريع شلون صارت. هذه المسألة اللي موجودة. برأيك هاي الاتفاقية راح يعني حال بريطانيا اللي راح تمشي؟ لا، هذه أقوى من البريطاني، لأنه ذاك ائتمان يعني ينطوه مثل القروض، تسجل عليه كقرض وبفائدة بعد ما تنفذ المشروع. هنا أنت اللي حد الآن ما واضحة بشكل كامل، لكن اللي أدري بي أنا حسب معلوماتي أنه هذه تسدد حسب كل سنة تسدد عندك مليارين وكسور 100,000 برميل يوميا على الموضوع، والمشاريع تنفذ. حلو، إن شاء الله يا رب بخير. أنا كل سعيد بحضورك أستاذ ماكس صوري، ونورتني جدا اليوم. الله يخليك عزيزي، وأتمنى لك التوفيق. أعزائي المشاهدين، يعني دائما نقول إحنا الحقيقة بها أكثر من وجه. أتمنى إحنا اليوم من نسمع خبر معين أو نشوف فد شيء معين، قرار معين، أي شيء يتكلم على مستقبل العراق، لازم يعني نسأل أهل الاختصاص، الناس الخبراء بهذا الموضوع. ما نجي نفتي على موضوع ما نعرفه، ممكن هو بفائدة فعلا للعراق، ممكن هو مضر للعراق. بالأخير إن شاء الله نقول يا رب خير، وإن شاء الله هذه الأزمة تعدي وبردا وسلاما على العراق وعلى العراقيين. انتظروني بالحلقة القادمة من برنامجكم حج عراقي. مع السلامة.